صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا دكتور في الكلية يقول إنه يشرع لنا إذا حدثت آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها يشرع لنا عندها أن نصلي صلاة كصفة صلاة الكسوف، ويستدل بالحديث: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، فما صحة هذا الحكم؟ هذا غير صحيح. نصلي عند غير الكسوف، إذا حدثت حادثة فنشتغل بالدعاء والتوبة إلى الله عز وجل والخوف من عقابه، وأما أن نصلي هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. العبادات توقيفية يا أخي، لازم من دليل. الصلاة لا بد من دليل على أنها تشرع عند الفيضانات أو عند الكوارث، لكن الدعاء، الدعاء مشروع. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وأما أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا ضاقت عليه الدنيا وترادفت عليه الهموم، فإنه يسعى في تفريجها بالصلاة والدخول على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ما هو معناه أن إذا حدثت الكوارث أنك تصلي، معناه أنه إذا ضيق عليك أمر أو أهمك أمر أو خفت فإنك تصلي وتدعو الله عز وجل. نعم.